السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بفيديو جديد، غادي نصوب معكم كوتليت في الكوكوط بلا زيت وغير بالعطريه وبشويه الماء باش غادي نخلط ديك العطريه. غادي نحتاج في المقادير عندي هنايا كوتليت، المهم نتوما على حسب القياس اللي بغيتو. انا هذا القياس اللي عندي، الشيء اللي عندي في الكوتليت. غادي نحتاج في العطريه شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال العطريه ديال اللحم، سكنجبير والخرقوم، الثومه، جوج فصوصه ديال الثومه محكوكه، وبصله صغيره محكوكه، وشويه ديال الصوجا. بسم الله، غادي نجيب هذا الطبسيط باش نخلط كلشي. غنبدا بالبصله، ندير الثومة، شوية د الملحة، غنزيد الصوجة مالحة غير شوية، معلقة ديال البزار، معلقة صغيرة، شوية العطرة ديال اللحم، معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال السكنجبير، معلقة ديال الصوجة. غادي نخلط بشوية الماء، غير شوية، غادي نخلط بيدية، نجيب الكوتليت. ندهنها كاملة بحال هكا، هذا العطرية، هي ملي حطها العطرية غادي نخليها دابا ترقد تقريبا واحد ساعة ولا ساعتين، نتوما على حسب. يمكن ليكم ديرو ليها الطريقة وتخليوها حتى ليلة كاملة، ديروها غير في التلاجة، من بعد نديرها في الكوكوط ان شاء الله. ها هي البنات الكوكوط، فاش غادي ندير الكوتليت، ما درت فيها لا ماء لا زيت. بسم الله، دابا غادي نشعل ليها عافية تكون مهيلة، نديروها في عافية مهيلة بحال هكا،
وغادي نسد عليها. غادي نسد عليها تقريبا ساعة المكانة، ومرة مرة نحركوها، ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. ها هي البنات كيفاش شاد الكوتليت نبتها فوق النار. ها هي تلقات الما ديالها، ما تحرقات ما والو. دابا غادي نهزها ونديرها فوق الفاخر، نحمرها فوق الفاخر شوية. يمكن لكم تحمروها فوق الفاخر ولا الفران ولا هذيك ديال الضو، شوية ديال الضو. هنا البنات دابا كنشويها فوق الفاخر، الفاخر كيعطيها ديك الريحة الزوينة. نتمنى تجربوا هاد الكوتليت بهاد الطريقة هادي. خليها حتى تحمر شوية. صافي ها هي البنات تحمرات ديال الكوتليت. دابا غادي نحيدها. ها هي البنات الكوتليت ديالي ملي حيدتها من الفاخر، جات بنينة وفتية، راه طايبة. شوفوها، جربوا هاد الطريقة بحال إلا طيبتو هاد الفاخر نيت. وبالصحة والراحة، ولي يلاه غيدخل في القناة أبونا ودير الجرس، فعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف، حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.